أضحت الرياضة الجزائرية فضاء واسعا لمكبوتات المسؤولين واللاعبين على حد سواء بتصريحات غير مسؤولة تشكل تهديدا صارخا. آخر الخرجات ما قام به رئيس اتحاد بسكرة إبراهيم الساع وسابقا رؤساء ومدربين في حلقة جديدة من حلقات المهازل. التفاصيل مع حكيم فيساء. عصيان، إثارة، ورفض للانصياع للقانون. تكلم على حقه ويتحقر، انا نقول لهم راني والله ما ساكت وراح نتكلم، تعاقبوا ما تعاقبوش والله ما على بالي بكم، بينوا وش حبيتوا وانا نقول ايش نحب. اتهامات خطيرة وحكايات من السحر في الرياضة الجزائرية. مسؤولون في كرة القدم الجزائرية لم يجدوا طريقا للنجاح وإثارة الجماهير إلا بإطلاق تصريحات نارية غير محسوبة العواقب، بل يتوعدون ويهددون أيضا. نشوفوا باش نديروا استقالة جماعية وشبيبة الثورة اللي هيديرون جيل غاشي، أنا غادي يتحبس. انتظروا، فالأمر لم يتوقف على واحد أو اثنين، فالأمثلة والشواهد كثيرة بتصريحات لا تصنف إلا في خانة تهييج الجماهير. أمور غير رياضية. حومة لعبناها وصايب، باش ما نزيدكش حاجة أخرى، هذه حومة، حومة. بين الشوطين صراو أحداث مؤسفة. الرياضة الجزائرية تعيش في مستنقع فلم تعد تصحو من كآبة مشهد النتائج الحزينة، لتصل إلى التصريحات المزلزلة وتختتمها باتهامات بالسحر لمدربين. أنا والله على الأول حسبتها من في سبيل الدعابة، في سبيل معناها تابعة للإثارة، تابعة للبث، والله ما خديتهاش على معناها جد على الأول. ولأن الحركة الرياضية ازداد فيها الصراع والتناحر حدا لا يطاق، وجب تدخل سريع من الوصايا ممثلة في وزير الشباب والرياضة الذي دعا إلى الهدوء وضبط النفس. ما يكونش يعني الكلام الزايد أو كلام ما يخدمش كرة القدم الجزائرية، وإن شاء الله يعني يكون رزانة، يكون هدوء. اختزل المشهد الرياضي الجزائري بين العنف والتهديد بشتى أنواعه من رؤوس وجب إرجاعها للصواب أو قطع مسيرتها سريعا من أجل مصلحة الجزائر.